مرحبا، هذا الفيديو هو مقدمة عن الـ Iteration Statements، ومعروفين أيضا باسم Loops. والدور ديالهم هو تنفيذ واحد الجزء معين من الكود بشكل متكرر بحيث يوفر علينا عناء كتابة الكود أكثر من مرة. مثلا إذا بغينا نعرض الأرقام من 1 إلى 100، فالأرجح أننا نستعمل بيان Document Write، لكن غير خصنا نكتبوها 100 مرة، وهذا الأمر متعب نوعا ما. لذلك طالما أننا كننفذ نفس الكود فيمكننا نوضعه داخل Loop، وهي كننفذ عدد المرات اللي بغينا هذا المنهجية، بحيث ما كتوقف من إعادة تنفيذ الكود وما كتبقاش تحقق الشرط أو الكونديشن اللي كنعطيوها. عندنا 3 أنواع من هاد اللوبس، وفي الفيديو القادم إن شاء الله غادي نبدأ مع أول واحد مع الوايل لوبس. شكرا على المشاهدة.